ننسب المحطة التأخير أفضل داخل هذا أي لأن أبو البراري ما يفحص، أبو البراري بس يعبر عليهم. تمام باعتبار أبو البراري يعني تابع النينوى؟ النينوى أي البراري مشترك بيننا وبين النينوى المشتركة بس هو ما يصير بيها افضل انا خل الكسل الكنترول هنا خل سيارات ما تدخل مواطنين ما يجون خاف واحد يجي من المواصل وبعدين هم ما يجون احد يعبر بس احنا عندنا مشكله بال برات يجون على طرق خارجيه ويعبرون فهذا يصير في المواقع نطلع ذاك الطريق اللي يريد يفوت الشرقاط يفوت من هنا ويرجع ممكن بشكل مواطن هذا وين يعني يعني هذا المدخل مال الشرقاط اللي يدخل يعني تجبر اللي يريد يطب على الشرقاط يطب منا ويرجع على الشرقاط هذا الجسر راح يفتح جسر اسفل اي فتح جهار غذائيه وكذا راح تجي اكيد راح يصير طريق سالك اكثر يعني مدخل اي راح نحتاج اكثر طريق هذا انقطع مشكله ها لا لا ما نقطعه هو بس انه انت هسه اللي يجي من الجنوب يمر بالسيطره ويعبر على نعم نعم اللي يجي من الشمال ما يطب للشرقاط قبل يجي هنا يتشيك هنا يلا يرجع على ها هيك يقطع هذا الناس مؤقت الحين ما تنتهي الازمه حتى تصير سيطره كامله على الموضوع من موتب للشرقاط راح يجي وهسه يجي زين انتوا وين اجهزتكم مال الفحص؟ هذا يعني المدخل الشمالي للمحافظة ارتئينا أن يكون بهذا المكان تحديدا مع غلق الطريق باتجاه الشرقاط القادم من الموصل إلى أن يمر بالسيطرة ويرجع على الشرقاط حتى تصير سيطرة على كل من يدخل إلى محافظة صلاح الدين بإجراءات أنه تكون أكو مفرزة طبية راح نجيب منظومة مال تعفير وأجهزة فحص وتكون إجراءاتنا هنا يعني نفس الإجراءات اللي في جنوب المحافظة. الساتر جاي يوزعون الرزاق من دور كنعان وضر. تستخدمون هنا بالسيطرة. ماشي. ماشي وراح نجيب لكم هسه مفرزة طبية وتعفير حتى تصير يعني تصير الإجراءات مالتها. جيب.